FM. الكلمة ليك. فين تلقى روحها أكثر أمل في الآخر؟ فين تلقى روحها أكثر؟ في التونسي، في الشرقي، في المغربي؟ والله الحاجة اللي بالحق تحسها أنت بينك وبين روحك بكل صراحة. اليوم أنا غنيت للمغربي، ونحبش خاطر أنا ممكن العباد هما اللي آراء الناس هما اللي لا نجاح الأغنية زاد نجاح الأغنية. اليوم أنا غنيت مغربي، العباد قالوا لي علاش ما غنيتش مغربي؟ علاش ما تعودش تغني مغربي خاطر مشي معاك بالكدا؟ غنيت الخليجي قالوا لي أمنا ما نزيدنا حاجة خليجي، راه صوتك مشي فيها بالكدا. معناتها اليوم أنا ما نجمش نحصر روحي في المغربي ولا الخليج، أنا نغني الأنواع الكل وخلي بعض الحكم للجمهور. معناتها حكم جمهورك فين يحبك أكثر؟ نسأل سؤال بطريقة أخرى. والله والله في الحفلات شنو أكثر حاجة تطلب منك؟ كي تدخل أمنة في آخر ما هو أول حاجة يطلبوها؟ معناتها اليوم خاطر بتدخل عندي أغنية ولا خاطر ولعت ضاربة يطلبوا في ولعت برشا يطلبوا في مثلا البارح في مهرجان والبارحين مهرجان تسوق استغربت عبيد بارك الله معبي على الاخر طلبوا يطلبوا في المجنون وطلبوا ولعت وفما شكون طلب جونيما كابا فان الكلمه ليك.